الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الكرامة، ومدرسة حقوق الإنسان بامتياز. سوف أعطي الكلمة إلى الأستاذ منصر باسم الاتحاد المحلي الكونفدرالي الديمقراطي للشغل، نقابة أطر مستخدمين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتنمية النواحي، فليتفضل. مشكورا. شكرا أخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية للإخوة والأخوات، تحية نضالية للمنابر الإعلامية، وتحية نضالية لجميع الإخوان في النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذلك الإخوة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والإخوة في الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية. وتحية إلى الدفاع الحاضر معنا والغائب، تحية للحضور الكريم. بداية تشكر الأخ هشام المسير، هو صاحب الفكرة، صاحب الفكرة ديال هاد الندوة، وهاد الندوة في النقاش قبل ما تقرر كانت ندوة من أجل تسليط الضوء على الاعتقال المتحكم فيه والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الأخ المناضل سعيد عمارة، الذي ينتمي إلى المنظمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو عضو في الاتحاد المحلي، وهو كذلك مؤسس المكتب المحلي للعمال والعاملات أو الموظفين والموظفات أو الأطر والإطارات في المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية. شهادتنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول سعيد عمارة ما هي إلا شهادة مناضل غيور مبتدئ، يعني اندفاعي من الناحية الحقوقية، اندفاعي في نقاشه، اندفاعي في أسلوبه، ولكن ما سجلت عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو مناضل يطمح أن يكون من القيادات النقابية التي تدافع عن الحقوق الشغلية والحقوق الإنسانية وكذلك الجمعوية. مداخلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه الندوة من خلال ما توصلنا بالخبر ديال الاعتقال ديال الأخ عمارة، بادرنا إلى مفوضية الشرطة ووقفنا بكل صدق، وقفنا على الحدث واستفسرنا الواقعة، وتبين لنا كمسؤولين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي ينتمي إليها سعيد عمارة على أن هذا الاعتقال ما هو إلا خديعة كانت مدبرة لسعيد عمارة. أنا ما غاديش نتكلم على النشاط ديالو الحقوقي ما قام به داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهذا حقه مع الزملاء ديالو، لكن غنتكلموا على سعيد عمارة من موقعه النقابي. موقعه النقابي لا يحسد عليه، يعني يتابع يناقش يدافع على المستخدمين اللي كاينين في الرعاية الاجتماعية، يواجه ياخذ الكلمات الى اخره الى اخره الى اخره. هذا وحنايا ككونفدرالية وكاتحاد محلي نتبع الخطوات ديال سعيد عمارة في الإطار النقابي، هي في الإطار الحقوقي، وهذا عندنا بعض المعطيات، لكن لكل هيئة ولكل مسؤول عنده حدود ديالو. من خلال نقاشنا كأعضاء ديال الاتحاد المحلي داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قمنا بالدور اللي خاصنا نقوموا به، وهو إصدار بيان اللي هو يعني تنشر عبر المواقع. هذا ما وقفناش في الاتصالات الشخصية، يعني لأننا تنعرفوا حنا كما قال الأخ هشام حبذا ولو شمو
مره او جوج على انه المغرب راه بالفعل ماشي هو تظن المغرب كله بانه راه بالفعل كاين الحقوق كاينه هذه تنامنوا بها كاملين فهمتي ومقتنعين بها كاملين لا سياسيين ولا حقوقيين ولا جمعويين بان هناك رده حقوقيه داخل المغرب. وهذه الندوه هذه انا بغيت نغتنم هذه الفرصه ولا اسمح لي الاخ مسير الحضور الكريم من خلال الحضور الكريم داخل مدينه وطن كل واحد فينا مناضل في الهيئه ديالو النقابيه والسياسيه والحقوقيه لما يعني لما قفزناش لما عودناش النظر في التركيبه الحقوقيه والسياسيه والنقابيه داخل هذه المدينه ما تعرض له سعيد عماره سنتعرض له انا وانت وانت و و و و اذن هاد الندوه بغينا نسلطوا بها الضوء. العماره راه كما قال الاستاذ راه مواصف وقدروا لي فصل 267 راه متابع من فصل 267 بمعنى الاشاره تتمشي للدفاع الدفاع اللي خاصو يكون يعني فوق المستوى لان باش تحرك 267 فصل 267 الى ما قال الاخ وهذه بشرى نتمنى على انه يعني الخميس الناجي ان شاء الله الرحمن الرحيم نفرحوا بسعيد عمارة سراح مؤقت او الافراج عنده الافراج عنه كليا لكن نلتمس ككونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاستاذ حطابي مشكور والاساتذه اللي غاديين يشرفونا الخميس على ان تكون مرافعه ماشي من اجل سعيد عمارة. سعيد عمارة مناضل وغادي يسجل عليه الطارق على انه هو ناضل واعتقل و ولكن بغينا نسجلوا داخل هذه المدينه بان راه باقي اللي تيهز الصوت راه باقي اللي تيتكلموا عن الحقوق. حنا لسنا ضد السلطه تمارس العمل ديالها ولكن العمل ديالها الذي لا يسيء الى حقوق الانسان. لو الاخوه والاخوات لو كانت حقوق الانسان داخل مدينه وطزم في شخص الباشا وشخص القائد ديال المقاطعه الاولى ما اجتمعنا هنا ما كان سعيد عمارة معتقل ما اوهينا الملف ديال هيبه ولا الملف ديال الزرباني ولا الملف كذا بمعنى تنقولوا للسلطات من خلال السلطات والقضاء على ان هذا القائد هذا هو الذي اججى هو الذي اججى هو الذي يفبرك الملفات من اجل نبداو باش نبداو طالعين الازرو ونديروا بحال ما هاد اللقاءات. اذن اللي خاصو يدان في الحقيقه اللي خاصو يدان وهو القائد ديال المقاطعه ولا كان شي توبيق وكان شي امور تجي للباشا لان حنا كولاد وطزم شكون فينا اللي قال بانه هذا الباشا والقائد ديال المقاطعه خدموا البلاد على احسن ما يرام يلاه عطيونا شي شهاده لا احد ما كاينش اللي غادي يشد وغادي يقول بان هذا القائد وهذا الباشا كانوا في المستوى لهذ المدينه نموها ودافعوا لهذه ودافعوا لهذه ما كاينش اشنو اللي كاين ما غندخلش انا في التفاصيل ديال كذا لو كان ما كنتي هذا ما غاديش نوضوا تفبركوا تصنعوا هذا الفيلم هو فيلم كيما السيد عمارة كان خدام وجاب الطوموبيل ووقفها وجا هما جمعوا مجموعه ديال كوكنو مجموعه منين وجابوها على غفله وقال لك غادي يديروا البحث ويديروا بمعنى لا جاو الاخوان السياسيين والحقوقيين والجمعويين وهذو المتتبعين ويتبعوا دابا هذا الملف ديال العماره تيسيبوهم ما عنده حتى شق من الشقوق لا هو الشق القانوني ولا راه دار شي حاجه ما مخولاش ليه القانون يعني ملي تجي تشوف تتصيب يعني اعتقال تعسف واعتقال متحكم فيه وغنفتح واحد القوس وغادي نحيل الاخوان والاخوات المتتبعين وكذلك الاستاذ الكريم من بعد الجلسه ديال 7/7 وللاسف فين هما الصحفيين اللي كانوا في الندوه التي دعا عليها السيد القائد مباشره من بعد الجلسه ديال 7/7 قام السيد قائد المقاطعه باستدعاء النقابتين كل من الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والاتحاد المغربي للشغل والصحفيين الذين لا داعي لذكر الاسم ديالهم وقام بهذه الندوه من نقوم وحنا بهذه الندوه هذه وسلط الضوء على انه بالفعل سعيد عمارة
مجرم في حق كذا وكذا وكذا وكذا. إذا هنا تنقولوا السيد القائد ولا السلطات ولا المخابرات اللي متبعانا، لماذا هذا الإزعاج ديال السيد القائد؟ وكما قالت النيابة العامة بأنه هذا مجرم، وراه رد عليه الأستاذ، بمعنى لما هاد الهلع كاع؟ ومعيط النقابات تتكلم معاهم، وطلب من النقابات على أنه يدير واحد الملتمس من أجل السيد يتنازل على الحق ديالو. ولكن ربطوا بأمور أخرى، هادشي ما قالش آخر، لكن ممكن تقولها لأن كان حضور الكونفدرالية الديمقراطية الشغل داخل هاد الندوة، لأن استدعينا ككونفدرالية ولكن ما عرفناش علاش. وإذا بها ملي مشى يمثل الكونفدرالية تيدخل تيلقى صحفيين وتيلقى الأخ مشتوش هنا في الاتحاد المغربي للشغل الأخ عقاب، وتيتكلم على سيد عمارة ودار وفعال وتراك وكان عليه ما يديرش هادي وكان عليه كذا وبحال عاد صديد في هادي، وأنا راني ما وأنا ما داير ليه والو، وأنا نازل ووليدات وراه بحال وليدات هادشي قبل من العيد كبير وبغيتو يعيد وكذا. بمعنى علاش هادشي؟ طرحوا السؤال، سؤال يعني مطروح للإخوان في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذلك الدفاع. إذا كاينه شي حاجة، يا إما كاين ندم، سيد ندم على أن هذا السيد وهذا كانوا تيقولوا ممكن يكون معزول، ما غادي يتبعوا لا نقابة ولا جمعية ولا مجتمع مدني ولا ولا ولا، وغادي يدوز كما دازوا عدد منهم اللي دار لهم ملفات القايد هذا ومشاو للحبس، وكاين فيهم اللي باقي يعني تيقضي في المدة السجنية، وكاين اللي ما تحاكمش. إذا نمر من هذه الفقرة هذه، لو سمح لي الأخ المسير، موقفنا ككونفدرالية الديمقراطية الشغل لن نتخلى عن السيد عمارة إلا أن يصدر القضاء الحكم ديالو، ولا تنشد على أيدي الأخ على أنه الفرح إن شاء الله الرحمن الرحيم بسيد عمارة الخميس المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. الكونفدرالية تدين وتستنكر، فهمتي، وبشدة هذه الأمور هذه اللي ولات تجينا، وخاصة دائما من المقاطعة الأولى. تذكروا معايا ولاد وطزم وبنات وطزم من المقاطعة الأولى، علاش؟ لأن الأحزاب السياسية والنقابية وهذا كلها كاينة في التراب ديال المقاطعة الأولى. دائما يا إما يجيبوا لنا قايد تيتفهم ويشد شوية العصر من الوسط، يا إما تما يجيبوا لنا قايد طايش كذا إلى آخره من أجل باش يدير فينا ما دار فينا. هذا من جهة، من جهة ثانية إخوانكم في الكونفدرالية الديمقراطية الشعوب بكل تواضع لن نفتخر على أحد، ولن الكونفدرالية مادام سيد عمارة عضو معاها ومنخرط في الكونفدرالية، حنا راه ما مقصريش من المجهود ديالنا، لدرجة على أن ممكن لا ما تمش الإفراج على سيد عمارة، يمكن هذا الملف ديال سيد عمارة سيطرح في مجلس المستشارين، غادي نطرحوه بهذا الشكل، وغنطرحوه بهذا التقرير هذا بهذا الشكل، ومن خلال سيد عمارة مدينة وطزم والكونفدراليين والكونفدراليات والنقابيين الجادين داخل هذه المدينة هذه. علاش؟ لأننا لما تحركناش، لأن ما ينتظرنا أخطر ما هو كاين دابا، والظرفية خطيرة وخطيرة جدا، والإخوان اللي متبعين الشأن السياسي راه عارفين يعني الوضع في المغرب وضع خطير وخطير جدا. الكلمة الأخيرة، وتنطلب الإخوان يسمحوا لي، لأن أنا شخصيا ما هادشي ما بقاش يعجب، ما تلاش يعجب، ما تليش يتسمع من لا مع من تناظر ولا مع من تدحس ولا مع من تمشي للحبس كاع، وليتي تتصيب على والو داكشي ديال المونيكات وداكشي ديال، يعني بغينا سعيد عمارة تعتقل على واحد النيفا الإخوان الصحفيين، نقلوا هاد الأمور، بغينا الإعتقال اللي تتم عليه السلطة يكون إعتقال بالفعل حروفي حرفي الدمار، لأن السيد مشكلش خطورة. حنا قلنا للقايد ماذا يشكل هذا اللي خدام في جمعية ليس له رأس مال، ما عندهاش رأس مال ومتحكم فيها، لأن جميع الجمعيات الذين يشرفون على الرعاية الاجتماعية داخل هذه المدينة كلهم تتصوبهم في السلطة. إذن سيد عمارة ما كانش خدام مع جمعية، كان خدام مع السلطة شخص يعني جمعية، وهذه القضية معروفة. إذن سيد عمارة يا إما خاصو يخدع التوصيات والأوامر ها اللي تجي من ديك الجمعية، وخير دليل أخ عمارة، وراه الأخ السربوطي
شاطر في القضيه ملي كانت الرئاسه ديال هذه الجمعيه قبل ما تجي هذه الرئاسه الاخ المارا ما عمره يعني توقع بشي حاجه ولا عمره ضايق لا من طرف الطوموبيل ولا غير الطوموبيل الا حتى تجدد المكتب ديال الجمعيه وجات على راسه واحد الرئيسه نتمنى من هذا الحضور الكريم تراجع الاوراق ديالها وراه بنت البلاد فهمتي وتخدم المصلحه ديال ولاد البلاد وتخدم المصلحه ديال البلاد وما تمشيش مع الهواء ديال السلطات لان السلطات تيدوزو الماندا ديالهم وتيمشيو يا اخوانكم في الكونفدراليه تيشكروا الاخوان على هذه الدعوه من هذه الجلسه لهذه الندوه هذه اللي بالفعل كان بطلها هو الاخ هشام هو الذي صاحب هذه الفكره من اجل باش نوروا الحضور الكريم ومن خلال الحضور الكريم الراي العام ونحاولوا نغتنموا هذه الفرصه هذه من اجل توحيد العمل النقابي والعمل السياسي والعمل الحقوقي داخل هذه المدينه الشريفه لان احنا عولات بلاد نختلف ولكن ما يكونش الحقد فهمتي والحسد يؤدي الى المعارك وتحيه نضاليه والسلام عليكم. شكرا مناضل المخضرم الحاج منصر بالفعل ما احوجنا الى هذه الروح والنفس النضالي الصادق الذي غاب عن هذه المدينه لعده اسباب لا مجال لذكرها الان. تطرق الاخ منصر بانه في الوقت الذي استطاعت الدوله تقليم اظافر العديد من المناضلين ما زال صوت هناك في مدينه وزم صوت مزعج اسمه سعيد عمارة يزعج بصوته الحقوقي يزعج بصوته الكونفدرالي يزعج بصوته السياسي. اعطي الكلمه الان الى المناضل والصديق الرفيق الاخ حكيمي باسم حزب الاشتراكي الموحد فليتفضل مشكورا. تحية نضالية. طبعا نحن في الشرق الموحد نود ان نشكر جميع الهيئات الداعمة والمنابر الإعلامية الجادة وكذلك هيئة الدفاع اللي كنشدوا على أيديها وكنشكروها على تبنيها لهذا الملف. ولابد ما نشيروا لواحد المسألة هي أن السياق الدولي كيتسم بواحد الردة حقوقية وكنعرفوا بأن الدولة المغربية الآن هي مصممة على سد واحد السياسة اللي تضرب فيها المدرسة العمومية وتضرب فيها المصالح الاستشفائية العمومية بالمغرب لصالح قطاعين خاصين كسولين وغير منتج وتتعفيه من الضرائب كتعفيه من واحد المسائل وكان من أبرز هذا الشيء هو تفشي البطالة وظهور واحد الانتقادات واتسعت دائرة الفقر والتهميش في هذا السياق هذا فين غادي يجي واحد المجموعه ديال الانتقادات اللي حنا في الشراك الموحد دائما كنكونوا في جنبها لا في حراك الريف لا في حراك جراده لا زاكورا الى الصحفيين اللي معروفين هاد الملفات كلهم دائما الى جانب القوى المناضله تنكونوا في صفها وهاد المرابير وهاد كلهم تينتقدوا هاد السياسه اللي كنهضروا عليها وفي هاد السياق محليا فين ترافقنا سعيد العمارة الفاعل الحقوقي والفاعل النقابي اللي عنده الجرأة باش ينتقد شي ممارسات اللي كيشوف فيها ما هياش إلا أنه للأسف أن صدر السلطة ضيقوني إلى واحد الحد كبير كاع ما كنا نظنوا أن واحد الملف إداري اللي هو بسيط جدا نحن نعتبر أن رفيقنا المدير ديال المأوى ديال مركز المأوى الأشخاص مركز الأشخاص بدون مأوى واللي كتمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي القائد هو عضو معاه تيضلوا خدامين بجوج يعني واحد المسألة اللي تحل بيناتهم كيفاش هذا القائد هذا اللي هو ولا واخد هاد المنهجية ديال اللي اختلف معاه كيف برك ليه ملف وكيقدمو للمحكمة وكنمشي مرة مع الدفاع مني كيقول بأن أملنا كبير بأنها تكون محاكمة عادلة وفعلا حنا عندنا املنا كبير بانها تكون محاكمه عادله وحنا في الاشتراك الموحد ولفنا هذا الشيء حنا هنا كاع في هذا الفرع راه كاينين مناضلين اللي تعرضوا للاعتقال وما عمرنا تخلينا على مناضلينا وكنا كنتذكروا حميد نجيبي وتبعناه حتى خرج وترجع للخدمه ديالو وكذلك الشأن سيكون مع سعيد العمارة. اريد ان اضيف الى ان هذا القائد هذا دابا وضعناه بين اعيننا
سواء بقى في هذه المدينة ولا حولوه لمدينة أخرى، المناضلين ديالنا سيرصدونه لأنه عنده واحد العقلية ديالو. هاد العقلية كنا كنقولوا بأن المغرب سالة معها ما بقاتش، بل حنا كنآمنوا بالعمل ديال المؤسسات، وهذا هو اللي خلانا ندخلوا الانتخابات وندخلوا نشاركوا على أساس يكونوا مؤسسات، ما تكونش المزاجية وما يكونوش أفراد اللي كيديروا ما يحلو لهم ووقت ما يحلو لهم. أعيد وأكرر، ملف سعيد العمارة هو ملف حزب الاشتراكي الموحد بمدينة وتزم وفي سائر الوطن، وحنا تنتبعوا على الكتاب وغادي نشوفوا الجلسة ديال نهار الخميس. بغيناه يتابع على الأقل في حالة صراح، يخرج لوليداتو وتكون المحاكمة عادلة، وبغيناه هذاك القيد اللي اعتقلوا هذاك الوقت ومشى دار شهادة طبية. تعجبنا كيفاش، لان رفيقنا خاصو حتى هو يمشي يدير شهاده طبيه. علاش هذا يدير شهاده طبيه وهذا ما يديرش؟ دائما ترجعوا تقولوا يا ودي هذا ملف بسيط جدا واداري وكان يحل بواحد الطريقه اللي هي سلميه، الى ان السلطات المحليه في اصرارها باتباع هذا المنهج هذا فحنا غنكونوا لها بالمرصاد. وتحيه. شكرا الاخ حكيمي الذي أكد على السياق الدولي والوطني الذي يتسم به الحقوقية على جميع المستويات وتستوجب منا الصمود والتصدي لكل الممارسات الحاطة بالكرامة، كما أكد دعمهم كحزب سياسي ملتزم لملف المناضل سعيد عمارة. شكرا لجميع المتدخلين، شكرا للحضور. أعطي بعض لحظة إضافة للأستاذ منصر في دقيقة. شكرا الأخ هشام. الإضافة اللي بغيت نضيفها للإخوان والأخوات، وبغيت نوصل الميساج للأستاذ في الندوة التي عقدت بعد الجلسة ديال 7/7، السيد القائد طلب من الإخوين الممثلين عن النقابتين والإخوان الصحفيين اللي كانوا آنذاك من أجل باش نديروا ليه واحد الملتمس، ملتمس يفضي إلى تنازله على الدعوة التي تبع بها الأخ سعيد العمارة. ردوا البال معايا، تبعوا معايا هاد اللقطة هادي، وطرح عليا الأخ هذا قال لي ودي غنديروا لك هاد الملتمس يعني وغتنازل، قال لي غتنازل ولكن التنازل ديالي راهين السيد العامل، ولكن أنا غتنازل على حقي، ولكن القضاء أنا ما غاديش نتنازل على حقه. وشوفوا هاد المفارقة وهاد اللعب اللي تيلعب علينا هاد القيد هذا. انا اللي بغيت نقول الاستاذ باش ندير لهاد القضيه هذه نضيف ليها المساله هذه، بمعنى هذا السيد هذا يعني مازال تيلعب، مازال تيلعب، وخير ذلك راه جاتنا واحد الاخبار بانه هو صديق ديال ممثل الحق العام السيد النيابه العامه. الاخوان والاخ الممثل اللي مشى للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل طلب يرجع للقياده، احنا ما عندناش قياده، عندنا مناضلين والناس تسمع على هذا هاد العبارة، حنا مناضلين، عاد تجي هاد القضية ديال القيادة وديال جا عندنا المهم، جاب لنا التقرير في العشية، تجي عندي أنا، تجي عندي أنا أعوان السلطة، الميساج اللي عطينا للقايد قلنا ليه لا عندك الشجاعة، لا قلت الله أكبر، دير التنازل ونهار 14 يجي يدفعوا للمحكمة، أما حنا كنقابات باش نديروا في الملتمس، والملتمس راهن السيد العامل، ومن خلال السيد العامل وزارة الداخلية، بمعنى يعني راه هذا الضحك على الطقول. شكرا، شكرا لجميع المتدخلين. أعطي الكلمة الآن للمنابر الإعلامية. واحد دقيقة، بالنسبة لك تقدر الخميس الماجي ما يكونش محاكمة، تقدر الخميس الماجي ما تكونش محاكمة، لأن نقدر نضافوا بعض الزملاء محامون من مراكش من هيئة أخرى يجيو يسجلوا النيابة ديالهم يطلبوا تأخير ربما، شوفوا معنا مباشرة المهم. شكرا، التوضيح الأخ أستاذ سعيد. أعطي الكلمة الآن للمنابر الإعلامية لطرح بعض الأسئلة. المرجو ذكر داويك بدو على بركة الله.
تحيه مجددا ونعطي الكلمه. كاين واحد النقطه استاذ حضور الكريم للدفاع عن الطيف السياسي والحقوق النقابي والمدني والانتحاضات الصديق سعيد عمر. هو واحد النقطه مغيبه في القضيه ديال الملف ديال الاخ ديالنا سعيد عمر. والسلطة أراها في تغييب هذه النقطة وتتحاول دي في باش ما نجبدوش هذه النقطة وما دارش هذه النقطة لها مآرب. النقطة هي عملية القطر ديال السيارة اللي تابعة للجمعية ديال الإسعاف اللي مشرفة على المركز للأخ سعيد عمارة هو المدير ديالها. إذا وقفنا عند النقطة ومن هنا كندير هيئة الدفاع لهذه النقطة أن تديرها، لحقاش البداية ديال الملف بدا مع البارك فين كانت الطوموبيل، في حين أن القضية وما سيأتي في النقاش ديالها من بعد فيه مستتبعات تتعلق بليلة القدر ديال السيارة اللي من وجهة النظر ديالي الشخصية أقول عملية اختطاف تمت من السيارة. شكرا الصديق على هذه المداخلة، هناك منابر إعلامية، شكرا جزيلا، هناك منابر إعلامية خاصة ديالها التساؤل ديالها فلتتفضل مشكورة. السؤال ديالها الاسم والمنبر الإعلامي وشكرا. مصطفى خبر جماعي جريدة خبر جماعي، سأتوجه بسؤال إلى الدفاع. تحط لي من خلال المداخلة ديالكم تبين أول مرحبا. بلاش يزعجوني. إذا سي حطابي من خلال كاين عدد النقاط اللي تنسجل من خلال اللي سجلت هو أن هذه المحاكمة اعتبرتهما عادية في وقت اللي هي أن المعتقل تتواجه بالفصل 267 اللي فيه من سنتين حتى الفوق، لأن خاصة ركزتي على الفقرة الثانية. النقطة الثانية وان ما قنعاتكش النيابه العامه في القرار ديالها، اعتبرتيها بان ما عندهاش مبررات، انا بمعنى انها اتخذت قرار في اطار الملائمه كذا. انا بغيت نعرف اولا باش نقربوا، لانك ردت المباشر الان، بغيتك تقرب للمشاهدين اولا الوقائع. انا هضر لي على الوقائع، حنا كصحافه تنعطيو باش نكونوا في اطار المساعده القضائيه، يعني صحفي تيولي تعطي وثيقه للقضاء. انا جايب جديد، بغيت وقائع، بغيت شهادات الى كانت قوه الملف ديال سعيد عمار قوته بالنسبه لكم انتم كدفاع. وشكرا. كاين شي سؤال اخر الاخوان؟ تفضل استاذ حطابي. حقيقة بالنسبة للوقائع ديال نازلة الحال، هاد الوقائع راه كلها مدبجة في محضر ديال الضابطة القضائية، وأنا من هنا زعما تنشكر الضابطة القضائية على تعاملها مع هاد الملف بكل تحفظ وبكل مصداقية، يعني بمعنى أن المحضر اللي هو عندي نسخة منه الآن اللي بين يدي، يعني جاءت فيه الوقائع كما سردها الرفيق سعيد عمارة دون زيادة أو نقصان. بقى الموضوع ديال الشهود اللي تيفندوا ما جاء على لسانه أو تأيدوا هاد الشهادة ديال الشهود، ما يمكنش نناقشوا احنا حاليا مادام ان باقي القضاء ما استمعش للشهود بطبيعه الحال بعد ادائهم اليمين القانونيه، لان هذيك الساعه ملي تيولي الشاهد تيأدي اليمين يتحمل المسؤوليه ديالو امام الله وامام القانون. واذا كانت الشهاده ديالو فيها نوع من التذبذب والشك بان هناك شهاده زور، راه كاين الرقابه ديال النيابه العامه على هؤلاء الشهود، كاينه فصول اللي تقدر تحرك النيابه العامه في حين اثناء المحاكمه.
الى تبين بان هناك شهاده ديال الزور. الوقائع هي كما قلت راه جاءت على لسان الرفيق سعيد عماره، هي مدبجه والى ما يمكنش نسردها لكم انا لان هي خاصها تكون عندها واحد الوقت خاص بها. وتنقول بان الى مشاو الشهود في اعطاء الحقائق اللي قالها السيد سعيد عماره ومشاو معها، راه السيد غادي يخرج لنا ان شاء الله، ما عندوش شي مشكل ان شاء الله. خاصها الشهود ما يكونش عليهم شي ضغط، يعني بمعنى تكون هناك علاقه تبعيه لاشخاص اخرين، مثلا هاد الناس اللي تابعين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لا يكون عندهم ضغط من جهه ولا من جهه، لانهم راه تابعين للعماله، نبغوا يصفوا الذمه ديالهم، يقولنا الواقع كما كانت. وانا شخصيا استفردت بالرئيسه ديال الجمعيه وقالت لي الواقع لان هي من الشهيدات. قلت لها قلت لهم بان راه ضربوا ولا دفعوا راه كانت شي اللي كان في المحضر، قالت لي لا. انا قلت لهم غير تيتجروا اللافته اللي فيها 20 فبراير، تيتجروا حتى وصلوا لبعضياتهم، وعماره دفعوا بحالك بغيت تلقاني فيه فقط. هذا اللي قالت لي هي، ما قالت لي ضرب، وخاصة قلت لها تجي تأدي بهذه الشهاده في المحكمه، قالت لي نجي نأديها. شكرا استاذ سعيد. تفضل استاذ. تحية لدارية اللجنة الدعم لمسيرة المواطنين، تحية للإخوان باش يسمعوك، تحية للإخوان في اللجنة الدعم الساسية تحية للكريم كل فصائله السياسية والطبقية والمرحبية والجغرافية. طبعا اكتشفت مثلا ايضا لهيئة الدفاع الفصل اللي يجي مسؤول السيد الدكتور الاستاذ المعامي الدفاع تيوز على انه خاص يكون اهانة الموظف اثناء مبارزته العملية باش تطبق مضامين الفصل 65 على المجال. هنا هذه الاهانات تنتهي كليا في النسبه ديال الرفيق سعيد عمار وكما سمعت انا فاك، لان القيدي المجرم قرر انه خضع السياره للمرأه صافي سعيد مهمته سعيد ماشي ضرب القيد مع الحاجه الله قسم ذلك، هنالك زاد متبادل بين سعيد وبين القيدي. اذا كما قال رفيقنا علاش هذاك تسمح لي انه يمشي في شهاده مدنيه ولاخر تعتقد بدا انه معتقد كيجي شهاده مدنيه ولو انه تا هو اللي غادي يقدر يكون فجوج نقاط عفاف ما فهمتوش، لان القيد ملي مشى جاب السياره للمرضى المفروض يخرج في هذا الاهانه ديال الموظف كانت هاد رئيس الوزراء وموظف المرضى قيس هذا مهم جدا السياره للمرضى صحيح خصو يمشي في هذا. اذا تما في هذه اللحظه وداخل المنطقة القيد ماشي موظف كلية ماشي موظف لأنه ماشي موظف في ذلك المنطقة. شكرا واضح واضح. بالنسبة للشهادة اللي هي أول مرة اللي تيشكي منه القيد، هذاك الشخص تعتقد في ذلك المنطقة تعتقد في ذلك المنطقة والآخر مشى لها شهادة ثانية كان المفروض هذا كان واحد المفارقة غريبة. إضافة إلى هذا الشيء كامل نحن تنتظر الاعتقاد ديال الرفيق سعيد عمارة فصل الفصول ضد القانون الانتعاش الفرنسي، وأن القضاء حاليا هو العصا الغريبة التي تستعملها الجهاز الدولي لقام قدر بحرية العلم وحرية التحديد إلى غير ذلك. وهنا كانت إضافة للدستور دستور في فصل حقيقي للصورة تنتهي بقضاء التعديلات وقضاء التوجيهات في القضاء الأولي ويكون فيه الدستور يكون فيه القضاء يكون فيه الناس وسيله القانون. شكرا للاخ طيطي. الى كاين شي جواب لهيئه الدفاع ولا اولا قبل كل شيء هو ان الفصل ما تيدويش على الاهانه، ما تيدويش على اهانه موظف الناس، تيقول الفصل من ارتكب عنفا يعني تعنيف ماشي اهانه، تدوي حتى على
المكان الذي وقع فيه هذه الشائعات. أثناء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.